عايز انتقل معاك يا كريم لجزئيه تانية، نعم وموضوع خد مساحه حوار كبير قوي الفتره الاخيره. هو ممكن يكون حوار جه بدون داعي، لكن هي الظروف فرضت ده لما اللجنه الثلاثيه اعلنت ان طاقم مباراه القمه هيكون حكام مصريين. نعم طيب في الانترو اتكلمنا على فكره ان المعيار في الاختيار اهم حاجه فيه اولا الكفاءه، نعم ثانيا ان تتطابق الشروط على كل حكم بيتم اختياره لهذه المباراه. نعم حكام الساحه لا غبار، يمكن محمود البنا مصنف رقم واحد والمساعدين حكام دوليين، حتى الحكم محمد معروف حكم دولي. نعم. لكن في حكام تقنيه الفيديو نعم. الاختيار غريب شويه، وعلى أي. فكره حكم تقنيه الفيديو لا يقل اهميه عن حكم الساحه. فكره اختيار تحديد في مصر هنا اكيد فكره اختيار محمود عاشور كمساعد فار اي فار، وهو اساسا معاه الرخصه كحكم تقنيه فيديو ومرشح لاولمبياد طوكيو، واستعنت بمحمد عادل وهو مش هيكون اصلا محكم في تقنيه الفيديو في الفترات القادمه اصلا، وما سبقش ليه قبل كده كان متواجد في تقنيه الفيديو زي جهاد جريشه او حتى امين عمر او حتى طارق مجدي او محمود عاشور. شايف الاختيار والمعيار هنا ممكن يكون سببه ايه او اختياره ليه؟ طبعا اسم اكيد طارق مجدي هيتم استثنائه بسبب طبعا المشاكل اللي احنا عارفينها أكيد. اللي حصلت في مباراه النادي الاهلي والنادي بيراميدز، والهدف الغريب العجيب اللي تم عدم احتسابه بتاع ولتر بواليا في مرمى شريف اكرامي. طيب منطقيا لو هنقول ان تقنيه الفار دخلت الكره المصريه وقللت الاخطاء بسبب مثلا يعني امور اللي كانت زمان لو تفتكر يعني ما زلنا لغايه النهارده احنا في سنه كام دلوقتي؟ 2021. الله اكبر عليك. تمام. ماتش الاهلي والزمالك بتاع الكابتن حسام حسن وفيليكس بتاع 2-0 قادر عبد العظيم. قادر عبد العظيم ده كان سنه كام؟ 95 96. بقى لنا كام سنه احنا كده؟ يا بنتكلم في حوالي 25 سنه. الله اكبر عليك. تمام. لغايه النهارده لسه بنتكلم. البعض يجادل في هدف الكابتن حسام حسن ولما تقنعه بالصوره يعني طبعا نبيل محمود مغطي بكذا متر مترين يعني. فقال لك طيب اوكي كان في ثلاث اطقم حكام في الاول واحنا كنا معترضين على فلان، تبدا تخش فالجدل التحكيمي هيستمر ايا كان الحكم مصري او اجنبي، والدليل حتى ان اخر حكم كرواتي ظلم النادي الاهلي بشكل واضح وكان في فار في كره وليد سليمان واعترف بكده. بالظبط. طيب انا في وجهه نظري الشخصيه فكره الاستعانه بطاقم حكام مصري ان هو يدير القمه المصريه بالاهلي والزمالك دايما دي فكره حلوه، ولكن مش من دلوقتي. ايوه مش من دلوقتي. ولما ادرسها من فتره مش لا وخصوصا لا ليه بقى مش دلوقتي؟ مش دلوقتي مش في الماتش ده. ليه؟ عشان ده تاني اول مباراه بعد النهاية. مباراه القمه ففي لحد ما بعض الشحن في تمام. بعض الشحن ليه؟ لان برضو بصراحه الطرف نادي الزمالك لما خسر المباراه معظم المنظومه بدات يعني متضايقه. طبعا ده طبيعي اكيد اللي بيخسر مباراه زي أكيد دي اكيد اكيد بيتضايق، بس بطوله قاريه الدقيقه في وجهه نظري خدت ابعاد مش لطيفه، فالابعاد دي ما زالت مستمره لغايه دلوقتي. فكنت اتمنى ان ما يتمش التجربه دي دلوقتي هي تجربه حلوه في وجهه نظري الشخصيه. ليه؟ في فار، المفروض الفار يساعد ويخلينا كمان نوفر فلوس للامان. ليه يعني ندفع فلوس كتيره جدا وهو ده المبدا؟ بس المهم في اختيار توقيت المبدا ليه بقى يا استاذ امير؟ بقول تحسبا والله لو حصل اي مشكله لا قدر الله ان شاء الله ما يبقاش في مشاكل. حصل إن شاء الله. اي مشكله بكره لا قدر الله قلتها اعتقد فوق الخمس مرات بالفم التجربه دي مش هتتم مش هتتكرر مش هتتكرر تاني خلاص. كل الضغوطات هتتم عليك من الطرف اللي خد القرار تم يعني اللي اتضرر وهيقول لك انا اسف، ما تحاولش ان انت تجيب حكم مصري تاني. ساعتها بصراحه مش مشكله في الطرف اللي اتضرر، لا هتبقى مشكله في الشخص اللي اختار اللي انت كنت صح كمبدا بس توقيتك ما درستوش غلط. توقيتك يعني هدي مثلا لو كان المباراه دي مثلا يعني مثلا في الدور الثاني والدوري منتهى عادي خلاص حصلت محمد الحنفي في اقدار مباراه من 3 سنين. بيقول لك ان مفيش منافسه او مفيش مباراه حاسمه دلوقتي. لا بالعكس ما بين مباراه حاسمه هو هم بيقولون لسه بدري على الدوري، وحتى مباراه الدور الثاني مش هيكون خلاص هي مباراه حاسمه في بطوله الدوري. ده كلام انا بقول لك انا بنقل لك وجهه نظر وده كلام مش منطقي يعني في الحقيقه. الثلاث نقاط بكره جدا اكيد هيفرقوا. حتى اقول لك حاجه بكره التعادل يضر نادي الزمالك حقيقي. طبعا التعادل بكره يضر نادي الزمالك. ليه؟ لان التعادل يفيده ان هو اوريدي لو لعب مباراه المؤجلات كلها ان شاء الله يقدر ياخد الصداره. فانا في وجهه نظري هي الفكره حلوه ولكن توقيتها هو
هل الحكام المصريين يا كريم مهيئين نفسيا لاداره مباريات القمه بضغوطها بكلام الكتير اللي بيكون عليها نفسيا مش فنيا؟ نفسيا انا بقول سؤال مهم ده. سؤال رائع سؤال رائع. انا في وجهه نظري امير لا، الاجابه لا، ولكن وجود تقنيه الفار يساهم ويساعد في تقليل الجزء النفسي. ليه؟ ادي مثال بسيط. انا بكره مكان الكابتن محمود البنا على طول على طول ارمي مسؤوليه القرارات على الفار الصعبه على الفار. يا جماعه اهدوا كده، عارف كابتن برينو الدين دايما بس في اللقطه الاولى مش الثالثه، الثالثه اتعصب. اصبر اصبر على طول. انا مكان الكابتن محمود البنا على طول اي قرار فيه جدل وانا ما شفتوش ومش متاكد اهدوا يا جماعه. وحتى انا برضه متاكد وعايز زياده تاكيد اهدوا يا جماعه نرجع ليه الفار. وهنا انا اقول لك صدقني مسؤوليه حكم الفار للحته اللي قالها محمد خطيره جدا. مسؤوليه حكم الفار هتبقى اكبر واخطر من حكم الساحه. ليه؟ حكم الساحه هيقول لك انا رجعت للفار، انا عملت اللي عليا، عملت اللي عليا. والفار قال لي كذا. بس هنا بقى الفار ممكن يعمل حاجه حلوه جدا، يقول له بص انا وجهه نظري كذا، روح بس خد انت القرار. مش لا روح شوف في السكرين. ايوه ياخد هو بقى. فهنا ايه اللي يحصل بقى؟ الفرقتين يكسبوا ايه؟ ان القرار اتشاف كذا مره. اول مره من اللعبه اللايف نفسها في المباراه، تمام، حلو، دي اول مره. حلو. المره الثانيه ان الحكم سال في الفار انتوا ايه رايكم في اللعبه؟ قال له والله رايي كذا. ارجع بقى يا باشا للسكرين للشاشه وشوفها. يبقى احنا هنا كده شفنا اللقطه دي ثلاث مرات. وفي الثلاث مرات بعد الثلاث مرات دول تخيل بقى الحكم حكم الساحه وحكم الفار اخطاوا، يبقى يا جماعه نصبر بقى شويه على موضوع تجربه دي الحكم. دي